السلام عليكم. اليوم في التيتو تاع اليوم باش نشوفو كيفاش ننستالو NS2. NS2 هو ان سيميلاتور دو ريزو او بيان نيتورك سيميليتور. بون باش نشوفو كيفاش ننستالو NS2 سور يوبنتو بالطبيعة. تنجمو تدخلو للبلوغ سبوت تونيزيا تيتو. تونيزيا تيتو هذايا فيه تيتو صغير كيفاش نجمو ننستالو NS2. بون NS2 لانستالاسيون تاع مش صعيبة، اما جوست فما دي زيتاب لازمنا نعملوها. قلنا ندخلو لتونيزيا تيتو، نكليكو على انستالاسيون دو NS2. NS2 قلنا هي الابريفياسيون تاع نيتورك سيميليتور 2. بون لهنا نلقو تيتو صغير فيه انتروديكسيون على NS2. يقول لك NS2 لهنا سي ان سيميليتور ريزو، يل ترافاي سور بليزيور تكنولوجي. نجمو نخدمو عليه، ينجم يعمل لنا سيميلاسيون تاع دبل فيلان، نتاع الـ UDP، تاع بروتوكول UDP، TCP، IP، WAN، etc. NS2 est un nom pour une série de simulateurs de réseau d'événements discrets comme NS1, NS2 et NS3. Bon, NS2 est une version de NS. كانت موجودة الـ NS1 وتوا موجودة الـ NS2 والـ NS3. الـ NS3 هي آخر فيرسيون. اليوم باش نشوفو كيفاش ننستالو الـ NS2 في فيديو آخر إن شاء الله، باش نشوفو كيفاش ننستالو الـ NS3. باه أول حاجة لازمنا نعملوها باش ننستالو الـ NS2، لازمنا بالطبيعة نتليشارجوه. Bon, on va télécharger NS2. On va cliquer sur ce lien. Je vais vous le site de SourceForge. Je vais vous le téléchargement de SourceForge. Là, ok. Je vais normalement téléchargement de façon automatique. بون هو التاي نتاعها مش كبير برشا، في 50 ميجا حاجة هكا، 50 ما بين 50 و 60. اوكي نعمل سيف فايل لهنايا. الفيشي اللي باش نعملو له انستالاسيون باش يكون اسمه NS all in one tout en un. الفيرسيون 2.35، الفيرسيون باش نعملها انستالاسيون هي 2.35. تيب نتاعها بوانتار بوان جي زد، تيب كومبريسي قلنا تاي 56 ميجا. نعمل اوكي تيليشارجي. اوكي باه لهنا قال بريسك 11 مينوت. اوكي لهنا كملنا التليشارجمون تاع ال NS2. ال NS2 عملت تليشارجمون في وسط الدوسي تليشارجمون. باه نرجعو لهنايا للتيتو نتاعنا، نشوفو لي تاب اللي من بعد اللي باش نعملوها شنيا. نورمالمون لهنا من بعد التليشارجمون تاع الفيشي نتاعنا. باه لو باكيج اللي انا تليشارجي sera nommé NS All in One 2.35. Copiez-le dans votre dossier personnel. Maintenant, on va copier le fichier téléchargé. Fais le dossier personnel entana. Je m'en ai fait le dossier personnel. Je n'aime la copie. Là, fais le home entana. Fais le dossier personnel نتاعنا. اوكي دونك نمشي للداونلود.
لهنايا صار التليشارجمون. نعمل كنترول سي، نجي لهنايا الهوم، الهوم اللي هو الدوسي بيرسونيل نتاعي، نعمل كنترول كنترول في باش نعمل الكوبي. اوكي لهنايا هذه اللي تاب هذه عملناها. Ensuite, dans un terminal, utilisez les deux commandes suivantes pour extraire le contenu du package. L'année, fait terminal, je peux nommer. Je n'écoute les deux commandes à l'homme. Le terminal. Bon, la commande CD, symbole Havaya Manaharo, je suis dans le dossier personnel. Il y a qu'un menu dans le dossier personnel. Ok? Ou la commande tar هذه pour معناها باش نعمل l'extraction نتاع الفيشي نتاعي puisque هو c'est un fichier compressé. OK كأن في الويندوز نقولوا c'est un fichier winrar ou bien unzip c'est un fichier zip ou bien winrar. OK bon لهنايا باش نشوف انايا فانا دوسي او بيان فانا بلاصه موجود لهنا عملت بي دبليو في دي ديجا موجود في الدوسي بيرسونيل دوسي هوم وليد هذا الدوسي بيرسونيل. اوكي با هي زايد باش نكتبها سي دي اما ما يسالش نكتب سي دي. اوكي السمبول هذايا اوكي باش نبعث في نفس الدوسي خاطرني ديجا في الدوسي بيرسونيل. با نعمل ls باش نشوف واش موجود في وسطه حاجتي بالفيشي هذايا. اوكي دونك باش نعمل tar -x v z f. اوكي هذوما سي سون دي اوبسيون اسباس نعمل ns ونكليك على تابولاسيون ns باش يكملها وحده. اوكي نعمل انتري باش يعمل اكستراكسيون تاع الفيشي هذاك في وسط دوسي باش يسميه ns all in one 2.35. نستناه يكمل تريتمون تاع الفيشي هنا. اوكي لهنا كمل التريتمون نمشي نشوف لهنا. اوكي ها هو الفيشي نتايا عم الدوسي بليتو ns all in one 2.35. اوكي نشوف ليتاب من بعدها شنيا تروازيام ايتاب شنيا كونستروير لي ديبوندونس. اش معناها كونستروير لي ديبوندونس؟ فما دي شي دي فيشي لازمنا نتيليشارجوهم. Donc, NS2 nécessite que quelques packages soient préinstallés. Il nécessite également la version 4.3 de GCC. Bon, GCC, c'est quoi? GCC, d'ailleurs, c'est un compilateur du C. Langage de programmation C. Le GCC, c'est un compilateur. OK? La version, les HNB, il y a 4.3. Il nécessite également la version 4.3 de GCC. Maintenant, il faut le compilateur 4.3 pour fonctionner correctement. On va télécharger les packages. Tout simplement, je vais copier, CTRL-C. نحل الترمينال نعمل باست انتري تطلب عليه المود باس نكتب المود باس. اوكي قال لي دو وانت تو كونتينيو نقول يس. اوكي باش يعمل تيليشارجمون نتاع لي باكيج هذوك الباكيج هذوما مهمين برشا باش ينجم لنا زدو يخدم sinon l'NS2 ما يخدمش على البوست نتاعنا. اوكي لهنايا
لهنا كمل لانستالاسيون تاع لي باكيج. اش مازال الكومبيلاتور جي سي سي. باش نثبتوا من الفيرسيون تاع الكومبيلاتور اللي عندنا، نجم نجي نكتب لهنايا الكوموند جي سي سي تيري في اونتري. كي نكتب جي سي سي تيري في معناها فيرشن، هنا جي سي سي فيرسيون 5.4.0. الفيرسيون هذيا ما نجموش نخدموا عليه ال ان اس 2، دونك لازمنا نانستالو الفيرسيون 4.3. اوكي باه، لهنايا في ليتاب اللي بعدها l'une des dépendances mentionnées est le compilateur GCC -4.3. Les dépendances اللي عملنا لهم انستالاسيون لهنايا لهنا باش يستعملوا الكومبيلاتور 4.3. هذاك علاش اي كومبيلاتور اخر ماهوش باش يخدم لانس 2 كي ني بلو ديسپونيبل. باه لهناش باش نعملوا ال 4.3، حتى كي نعملوا له تيليشارجمون ماناش باش نلقوه، ماناش باش نجمو نعملوا له تيليشارجمون من اصلا. دونك ينجمو نخدمو بالفيرسيون 4.4. نو دوفون دونك انستالي لا فيرسيون 4.4. لا فيرسيون 4.4 اي لا بلو انسيان، معناها اقدم كنو، معناها اقدم فيرسيون نجمو نخدمو بها، معناها ما فهمش حتى فيرسيون موجودة توا قبل ال 4.4. اوكي لازم نخدم اقدم فيرسيون لا بلي انسيان كو نو بويسيون اوبتينير بور سو فير اوتيليزي لا كوموند سويفونت. باش نستعمل الكوموند باش نجمو نانستالو جي سي سي 4.4 sudo apt get install 4. جي سي سي 4.4. دونك كيف كيف نعمل كنترول سي باش ما نقعدش نعاود نكتب في الكوموند ونضيعو الوقت. دونك لهنا نكتب sudo apt get install gcc 4.4 لهنايا. لهنايا ملقاش gcc 4.4 خاطرها فيرسيون قديمة أول حاجة، وخاطرها زادة ماهيش موجودة في معناها في اللين اللي باش يمشي لها لوبونتو 16.04 باش يعمل التليشارجمون. معناها حنا لازمنا نقولوا لل 16.04 راك باش تمشي معناها السيرفر معين باش تمشي تعمل التليشارجمون تاع جي سي سي 4.4. بون جي سي سي 4.4 هو تابع الفيرسيون 14.04 من ليبنتو. دونك باش نعملو حنا لازمنا نحلو، فما في شيء اسمه سورس ليست. سورس ليست هذا فيه ان انسومبل دو ليان، لي ليان هذوكم اذا كان فما ميزاجور، اذا كان فما ابديت باش يعملها ليبنتو، باش يدخل لك لي ليان هذوكم ويعمل منهم هما التليشارجمون. احنا باش ندخلوا ونزيدوا ليان معين في وسط لي ليست دو ليان نتاع 16.04. بون اش باش نعمل انا؟ بون الفيشي هذا كان موجود source.list موجود في وسط الريبيرتوار او تي سي. دونك اش باش نعمل؟ sudo pardon معناها sudo gedit etc apt. باش ندخل في وسط الدوسي apt فما فيشي اسمه source list entry. اوكي لهنايا هذايا فيشي سورس ليست. فيشي سورس ليست في ان انسومبل دو ليان، اذا كان ليبنتو باش يعمل تيليشارجمون، اذا كان باردون باش يعمل ميزاجور نتاع حوايج جديده يدخل لي ليان هذوما ومنهم هما ياخذ الميزاجور نتاعه. اوكي
اوكي بون باش نعمل معناها باش نزيد باش نفصل الفيشي هذايا باش نزيد دو ليان باش نقول راك باش تجبد التلي شارجمون من ال 14.04 ال 14.04 اسمها تراستي ال 16.04 اسمها اكزينيا اوكي دونك بار اكزومبل باش نجي الليان هذايا اوكي باش نعمل كوبي كنترول سي بار اكزومبل اوكي لهنا باش نجي نكتب هذه باش نسميها تراستي اوكي انا حير استكتب اوكي با لهنايا باش نحير استكتب باش نعمل هاي عيوني يونيفرس اوكي باه باش نعاود لهنايا نعاود هذه تراستي ديري ابديتس اوكي باش نرجع لهنا نعمل سيف انريجستري اوكي نسكر هذه نعاود نجرب تيلي شارجمون توا اوكي بون لهنا كان ما خدمتش نعاود نجرب نكتب الكوموند باش ياخذ دي ميزا جور سيدو apt get update entrée ok il y a des mises à jour je dis puis il y a des liens l'attibar les deux liens les aidés ok لهنايا كمل الابديت نعاود نكتب الكوموند نتاعي لهنايا اوكي سيدو ابت جيت انستال جي سي سي اوكي لهنايا عمل الانستالاسيون لهنا باش يعمل الانستالاسيون لقى الفيشي نتاعنا بويسك زدنا له السورس اللي باش يعملها التليشارجمون هي من تابعين لي ديبو نتاع الفيرسيون 14.04 اللي اسمها تراستي بعديكا كتبنا الكوموند sudo apt-get update باش يعمل ميزاجور للديبو هذيك باش ينجم يعمل تليشارجمون منها لهنايا باش يعمل تليشارجمون نورمالمون ما يبطاش برشا اوكي صاي كمل لهنا بيان لهنا عملنا الانستالاسيون نتاع جي سي سي 4.4 اوكي لهنا هذه الكوموند هذه كملناها بون لهنا قال اون فوا الانستالاسيون تيرميني دوفو موديفي لو فيشي ال اس ال اس بوان اتش بون ال اس بوان اتش هذايا الفيشي دانستالاسيون نتاع
Bon, je fichier d'installation, mais c'est parmi les fichiers d'installation. Tu as l'NS2. Le fichier ls.hashwin est présent dans le dossier ns-2.35. Donc, il est présent là. Ok. Je vais mettre le fichier, le dossier là. Il est présent. Oui, là. Ok. Donc, ls.h. ls.h. Je vais mettre là. .h اوكي okay. هنايا هذا ls.h اوكي نحلل هنا ls.h هو موجود في ns all in one ns2 link state موجود في link state برضو موجود في link state هنايا اذا كان باش نسكر اوكي نرجع لل هوم با لانس لهنايا لينك ستيت اللي هو هذايا الدوسي هذا اوكي هذايا ls ls بوان هاش با الفيشي نتاعنا هذايا ls بوان هاش pour apporter les modifications là na je les amène à nous dans le dossier ok ls.h bon quelle ligne 137 il faut modifier là na this this point erase here can't error كيفاش كانت ها باش ندخل لهنايا ls باش اوكي باش ندخل هنا في اللينيا في اللينيا 37 هنا باش نمشي اللينيا 37 137, pardon, 137, 137, ok. في الليني هذية في الليني 37 يناش قال كي نحل لي ماش ليني void erase all لهناش باش تولي this تيري erase باش تولي يعني كيفاش كانت erase لهنايا باش نردها this flash erase اوكي okay. دونك نبدلو جوست باش نزيدو المو this flash erase ونعمل سيف نرجستري اوكي نجم نسكر الفيشي توا بون لهنايا قال انرجستري الفيشي il reste maintenant une étape à franchir بون مازالت اخر ايتاب شنيا احنا بويسكو بدلنا ولا عندنا جي سي سي كان الجي سي سي الموجود بار ديفو في اليوبنتو 16.04 هو 5.4 احنا عملنا تيليشارجمون تاع جي سي سي 4.4 لازمنا نمشيو الفيشي ميك فايل هذا بوان ان ونقولوا له راك باش تستعمل الكومبيلاتور جي سي سي 4.4
خاطر كيما نكتبوا لا شي جي سي سي 4.4 شي سامل كومبيلاتور اللي موجود بار ديفو اللي هو 5.4. اوكي دونك كيفاش باش ندخل في شي في شي ميك فايل بوان ان؟ هو وين موجود؟ موجود في وسط ان اس اول ان 1 او تي سي ال تيري 1.13. اوكي هنايا باش ندخلها بال تيرمينال ماذا بيا لهنايا باش نعمل كلير باش نحي كل شيء ان اس نورمالمون باش ندخل سي دي ان اس اوكي بعديك او تي اوكي نعمل ال اس باش نفيشي الفيشي هو اسمه ميك فايل فايل بوان ان لهنايا اوكي ميك فايل بوان ان نكتب سودو جي اديت سودو جي اديت ام ماجيسكول هنا ميك فايل بوان بوان ان انتري بون باش تحل الفيشي لهنايا لهنايا باش نعمل موديفيكاسيون شنيا لهنا on va changer ملي كانت سي سي ايغال ات سي سي ات باش نبدلوها جي سي سي تيري 4.4 دونك لهنا لهنا شونجمون باش يصير هادي باش تولي جي سي سي تيري 4.4 كنترول اس انجستري سي هنايا باش نسكر الفيشي اوكي مانتنو اون با انستالي بون باش نعمل انستالاسيون ماذا بينا نتعدو اون مود اون مود روت دونك لهنايا كيف كيف باش نعمل كلير باش ننظف الفنتر نتاعي sudo su باش نتعدو اون مود روت اوكي ديجا كاتب المود باس انا ماليش برشا هذاك علاش مطلبش عليا المود باس دونك لهنايا باش ندخل في وسط ns.all in one دونك لهنا باش نكتب cd home lead اوكي دونك لهنا باش ندخل في وسط ns 2 في وسط ns 2 نورمالمون باش نلقى فيشي انستال اسمه انستال هذا هي الفيشي نتاعي اوكي دونك تو باش نعمل بوان سلاش انستال انستال انتري باش نستناه يعمل انستالاسيون باش ياخذ شوي وقت كلك مينوت باش يعمل الانستالاسيون اوكي لهنا لانس دو كمل الانستالاسيون نورمالمون كمل الانستالاسيون وما عطاني حتى ايرور دونك الانستالاسيون صارت بطريقه صحيحه بون لهنا اش قال لي يو ماست بوت هوم وليد ان اس تيري اول ان 1 تيري 2.35 او تي سي ال والليب الكل لازم تحطهم وين لازم تحطهم في ال دي لايبراري باث انفايرمنت معناها لازم نحطوهم في الفاريابل دونفيرونمون باث اوكي بون كيفاش باش نحطوهم في الـ في الفاريابل دونفيرونمون باث لهنايا هذه هي ليتاب 5 variable d'environnement path لهنا قال لك ليتاب فينال اي دانفورمي لي سيستيم اكسبلوطاسيون يوبنتو او ان اس 2 اي انستالي معناها ان اس 2 وين صارت الانستالاسيون لازم نحطو الشما مانيوالمون ماهيش باش تصير اوتوماتيكمون لازم نعملوها مانيوالمون اوكي لازم نحطوهم في وسط الباث لهنايا دونك وين باش نحطوهم لازم نحلو فيشي الفيشي
point bashrc موجود pardon موجود في وسط دوسي بيرسونيل دوسي ديما نحكو على الدوسي بيرسونيل وليد ما نحكوش على الدوسي بيرسونيل تاع الروت صحيح لهنايا تعدينا اون مود روت حنايا توا قاعدين نستعملو في ليتيليزاتور روت اما ديما نحكو على الدوسي بيرسونيل نتاع ليتيليزاتور وليد اوكي دونك لهنايا دونك لازم نحلو بوان باش ار سي الفيشي هذايا الفيشي اللي الفيشي هذايا اللي فيه الفاريابل دونفيرونمون الفاريابل دونفيرونمون نتاع ليتيليزاتور وليد دونك نرجع لهنا CD pardon home وليد اوكي بون الفيشي bash.rc سي ان فيشي كاشي حتى كي نعمل ls لهنا مانيش باش نلقاه اوكي خاطر فيشي كاشي اوكي فيشي كاشي يبدا ب بوان دونك انا باش نحل لهنا sudo جي edit edit sudo gedit point bash rc هذا الفيشي نتاعي اوكي باش نعمل كونفيغوراسيون لهنايا شنو هي الكونفيغوراسيون باش نعمل جوست باش نزيد لي دوسي اللي تصب فيهم ال NS2 باش نزيدهم للفيشي هذايا بعض اللي هم شنو لي دوسي او بيان لي شومان اللي هم هذوما اجوتي لي ليان سويفون باش نزيدهم في وسط الباش اف سي باش نجي لهنا اش باش نعمل تنجي نعمل كوبي هذا مقال نعمل كنترول سي كوبي باش نجي لهنايا في شي هذايا هكا نجي في الاخر باغ اكزومبل هنايا في ولا في الاول كيف ما تحب في اول في شي وبيان في اخر في شي انا باش نجي في اخر في شي باش نعمل اونتري نعمل كنترول في بون لازم حاجة لازم نثبتوها هسه اللي هي بون لهنايا او تي سي ال تيري ليب لان عندنا هوم وليد انتم بالنسبة لكم انتم وليد لهنايا تبدلوها بالاسم نتاعكم بالاسم ليتيليزاتور اسم ليتيليزاتور نتاعكم اوكي مثلا هوم خالد او بيان اوتيليزاتور اسمها اهو لهنايا هوم محمد علي لهنا لازم تبدلوا الاسم نتاعكم اوكي لهنا لازم تحطوا الدوسي بيرسونيل نتاعكم مفهوم سينو كان ما تبدلوش شيء ما يخدم راه خاطر هو باش يمشي يلوج على هوم وليد انتم عاملين هوم وليد ورياليتي الشما هوم وليد مش موجود عندكم عندكم هوم خالد بار اكزومبل او بيان هوم اتيري محمد اوكي لازم هذيا اي وين تلقوا لهنايا وليد لازم تبدلوها باسمكم انتم اوكي وبيان باسم ليتيليزاتور اللي داخلين عليه على اليوم انتم مفهوم بون لهنا مانيش باش نبدل حد شيء خاطر ديجا وليد لهنايا مفهوم دونك نمشي نعمل انريجسترومون نسكر الفيشي هاي. اوكي توا مازلت اخر ايتاب اللي هي ليكزيكيسيون كيفاش تصير في وسط التيرمينال نكتب الكوموند ان اس في وسط التيرمينال هنايا اوكي نعمل كلير بقى نجم نكتب ان اس اوكي
بون لهنا كي كتبت ان اس ما عرفهاش بون لهنا علاش ما عرفهاش خاطر احنا التيرمينال هذايا اللي قاعدين نخدموا عليه هذايا قاعد يخدم مازال قاعد يخدم بالباش ار سي القديم مازال ما خداش الكونفيغوراسيون جديده تاع الباش ار سي حتى كي نكتب ان اس شيء باش يقول لي ان اس ما عرفهاش كي نحل تيرمينال جديد لهنا التيرمينال الجديد باش يخدم بالباش ار سي الجديد اوكي ان اس كي نكتب ان اس اوكي دونك نسكر هذا باش نسكر كلوز تيرمينال نسكر اوكي تظهر لي السيمبول هذه دونك الان اس يخدم واموره واضحه بون شفنا كيفاش عملنا توا لانستالاسيون تاع الان اس 2 بون لانستالاسيون سهله اما جوست تستحق شوي كونفيغوراسيون الكونفيغوراسيون زاد ماهيش صعيبه جوست نتبعوها بشوي بشوي لهنا وكل شيء واضح نورمالمون في وسط التيتو هذايا جست الحاجة اللي يمكن معقدة شوي هي بالنسبة للجي سي سي جي سي سي 4.4 جي سي سي 4.4 لازمنا نزيدو السورس وبيان الليان تاعه في وسط الفيشي ليست فيشي ليست سورس اللي موجود في وسط وبيان سورس ليست اللي موجود في وسط الدوسي apt اللي موجود في وسط الUTC بعد كده لازمنا نعود نكتب الكوماند sudo apt-get update وبعد كده تصير الانستالاسيون اوكي با ميرسي لهنايا كان فما دي كيستيون نجمو تخلوهم لي في لي كومنتير وكان فما شكون ما عمل جرب الانستالاسيون ما خدمتلاشي يكتب لي في الكومنتير ميرسي